قدومي. بابا جه. وحشتني وحشتني. الو يا اخي، الحريم دول ليهم مفعول السحر، شكلك بتحبها يا مهران. اهدى على نفسك شويه، اللي يخصك بقى عندك خلاص. ابعد عن سكتي، انا بنصحك تبعد عن سكتي. عبد الله سلام. حبيبي حبيبي، تعالى يا حبيبي. الحمد لله انا سلمتك، كان قلبي هيقف يخط عليه. الحمد لله انا سلمتك. انت بتعيطي يا وليه؟ شوف بتعيطي كده، يقول كنت مخليه بالك منه. الواد اتاخد منك وانت مش حاسه باي حاجه، بعد ما صممت تاخديه من قبل حميده. وانت يا عباس مالك؟ جرالك ايه؟ بقيت عويل ومالكش 30 لازمه. امال ايه بقى الكبير رايح والكبير جاي؟ الواد اتاخد من وسطكوا يا عباس. سم لسانك يالا، ولا نسيت نفسك؟ على الحلال ما هنحل لك باللي عملته في الفارق. يا هبط يا عابد، ده لا وقته ولا مكانه. اسمع كلام ابوك يا حبيبي، عشان العجله لو ضرت هتزعله، وشويه الهبه اللي فاضله لكم هيتبعتروا قدام الخل. يابا الدنيا مش هينفع تعدي كده. اخلص يا علام، حسابي يجمع يا عبد الله. زي الفل، ونصيحه مني ما توقفش في سكتي. يمكن ساعتها افكر واقول انا عملته فيه كفايه. عباس انا هاخد الواد. واد مين يا وليه؟ واد مين؟ ما كفايه خلاص، كان فيه وخلص. الواد هيفضل عند ابله حميده، والرجاله هتحرسه، وكلها كام يوم واخده يعيش معايا. عباس انت واقف بتتفرج؟ لا يا حبيبي، انت قلت لي ان الواد هيفضل في حضني طول العمر، انت هتسيبه ينفذ الكلام اللي هو بيقوله ده؟ خلاص يا لبنى، خليه عند ابله حميده، ابوه اضرب مصلحته برضه. ايوه ابوه اضرب مصلحته. احبك وانت تقيل وراسي كده، عشان وغلاوتك عندي اللي جاي لا في راحه ولا بالراحه. فهمت يا عباس ولا قول تاني؟ يلا لبنى. ابني ابني يا عباس. يلا بقى. دودي حبيبتي، الحمد لله على السلامة. إيه؟ أنت كويسة؟ حد عمل لك حاجة؟ لا. طب يا راضي سيبنا دلوقتي، خليك مع الرجالة بره. تمام يا زعم. الحمد لله على سلامتك، ما تعرفيش أنا كنت قلقان عليك قد إيه؟ أنا كنت ههد الدنيا. بجد؟ إيه بجد دي؟ انت مش مصدقاني ولا شاكه في حبي ليكي؟ عارف يا مهران، انا اول مره احس انك انت مهران غير اللي انا اعرفه. تقصدي ايه؟ اول مره اشوفك خايف كده وقلقان. بصراحه اول مره اشوف حد قدر يخوفك. لا، مهران عمره ما يخاف من حد اتخلق. انا كل خوفي كان عليك انت بس. خلاص مفيش دلع بعد كده، كل حاجه هتبقى بنظام، ومفيش خروج من البيت الا بحراسه. فاهمه ولا لا؟ اللي انت شايفه صح اعمله يا مهرتي. انا تعبانه، هطلع اخد دش وانام.